الجزء الثاني من درس نريد أن نلعبه. نريد أن نلعبه. ثم قام بعمل اجتماع مع كل سكان العمارة وتحدث معهم عن المشكلة، فانقسمت الآراء إلى قسمين. القسم الأول: لديهم أبناء قد اعتادوا أصواتهم وصرخاتهم وحركاتهم الكثيرة، فليس لديهم أي مانع من اللعب بالممرات. والقسم الآخر: إما هم كبار السن الذين لا يستطيعون تحمل هذه الأصوات، وإما أسرة لديها طفل رضيع ترجو أن ينام بهدوء دون إزعاج، فهم يرفضون أن نلعب بالممرات. اجتمع كلا القسمين على أننا من حقنا اللعب وممارسة طفولتنا بحرية وسعادة، ولهذا فقد وضعوا حلا للمشكلة، وهو أن قاموا بالاتفاق مع مركز الشباب بالمنطقة على حجز ملعب الكرة ساعتين يوميا لنا، وستقسم مهام الإشراف على الأهل بالتناوب، فكل يوم ستكون هناك أسرة مسؤولة عن الإشراف علينا بالمركز. وبالفعل أصبحنا نتجمع يوميا في مركز الشباب ونلعب بحرية واستمتاع ودون إزعاج الجيران. الدرس بتاعنا احنا خدنا الجزء الأول منه من بطل القصة بتاعتنا في أول يوم في الإجازة. طبعا اجتمع هو وزملائه في أحد ممرات العمارة علشان يلعبوا، لكن كان صوتهم عالي جدا واشتكى الجيران. هيعملوا ايه؟ اهله طبعا اضطروا للتدخل. الاب عمل اجتماع مع بطل القصة اللي هو ابنه وزملائه، طبعا خد اراهم واقتراحاتهم ان هم عايزين يلعبوا، ومن الصعب جدا ان هم يلعبوا ايه في هدوء وايه وبلا حركة وبلا صوت. الجزء الثاني بتاعنا النهاردة ان الاب عمل اجتماع مع كل سكان العمارة، ثم قام بعمل اجتماع مع كل سكان العمارة. طيب سكان مفردها ساكن، العمارة جمعها العمارات والعمائر، وكلمة العمارة بها ايه؟ بها لام قمرية، تمام كده. وتحدث معهم عن المشكلة. تحدث يعني تكلم، معنى تحدث تكلم، عكسها سكت او صمت. تحدث معهم عن المشكلة. كلمة معهم هي كلمة مع أصلها والضمير هم، تمام كده. كلمة عن دي حرف ايه؟ حرف جر. المشكلة جمعها المشاكل والمشكلات وبها لام قمرية. يبقى الأب تحدث مع سكان العمارة عن ايه؟ عن المشكلة. اتقسمت الآراء إلى قسمين، يعني سكان العمارة خدوا ايه؟ خدوا أول قسم اتفق على رأيه، وتاني قسم اتفق على ايه؟ على رأيه. انقسمت الآراء إلى قسمين، الآراء مفردها الرأي، الآراء مفردها الرأي، إلى حرف جر. قسمين كلمة تدل على مثنى. القسم الأول قال إيه بقى؟ القسم الأول: لديهم أبناء قد اعتادوا صار أصواتهم وصرخاتهم وحرقاتهم الكثيرة، فليس لديهم أي مانع من اللعب بالممرات. يبقى القسم الأول كان عندهم أبناء اعتادوا على صرخاتهم وأصواتهم وحركتهم الكثيرة، ومش ممنعين خالص إن هم يلعبوا إيه؟ في الممرات، يعني هم وافقوا على لعب الأولاد في الممرات، تمام؟ نشوف الجملة دي. كلمة القسم بها لام قمرية، وأيضا كلمة الأول بها لام إيه؟ قمرية. كلمة لديهم بمعنى عندهم، كلمة لديهم بمعنى عندهم. أبناء مفردها ابن، مفرد أبناء ايه؟ ابن. وكلمة أبناء بها مد بالألف وبها تنوين بالضم وأيضا بها همزة متطرفة. وقد اعتادوا، اعتادوا فعل ايه؟ فعل ماضي. أصواتهم مفردها صوتهم، وصرخاتهم مفردها صرختهم، صرخة، صرخات مفردها صرخة، والهاء والهم اللي في الآخر دي اسمها ايه؟ هاء ضمير، بيعود على مين؟ بيعود على الأولاد، تمام كده. وحركاتهم الكثيرة، حركات مفردها حركة، الكثيرة مفردها القليلة، فليس لديهم أي مانع من اللعب في الممرات، تمام يا شباب. يبقى هم ما عندهمش أي مشكلة أن ولادهم يلعبوا بالممرات. وكلمة بالممرات يبقى هنا حرف جر، وكلمة الممرات مفردها الممر. والقسم الآخر القسم الثاني بقى إيه بقى ظروفه؟ إما هم كبار السن الذين لا يستطيعون تحمل هذه الأصوات. يبقى القسم الثاني قال لا، رفض لعب الأولاد فين؟ في الممرات. وليه بقى؟ ظروفهم إيه دول؟ هم كبار السن، يعني هم ناس كبيرة في السن كده،
شيوخ كبار في السن لا يستطيعون تحمل هذه الأصوات، مش قادرين يسمعوا أصوات الأولاد، وإما أسرة لديها طفل رضيع ترجو أن ينام بهدوء دون إزعاج. يبقى الأسرة التانية كان أسرة عندها طفل صغير عايزاه ينام في هدوء، لأنه طول الوقت لما بيسمع أصوات الأطفال الصغيرة بتعيط، تمام كده، فهم يرفضون أن نلعب بالممرات. تمام، يبقى القسم الآخر ناس كبيرة في السن، هو أشخاص كبار في السن لا يستطيعون تحمل الأصوات دي، أو أسرة عندهم طفل رضيع عايزاه ينام في إيه؟ في هدوء دون إزعاج. تمام، هنشوف بقى إيه بعض الظواهر اللغوية. وكلمة القسم بها لام قمرية، وكلمة الآخر بها لام إيه؟ لام قمرية. إما هم كبار السن، كلمة إما بها مد بالألف وبها حرف مشدد اللي هو حرف الميم وحركة التشديد الفتحة. هم دي ضمير ايه؟ ضمير غائب للجمع المذكر. كبار السن، كبار مفردها كبير وبها مد بالالف، والسن بها ايه؟ بها لام شمسية وايضا بها حرف مشدد. الذين اسم موصول للجمع المذكر لا يستطيعون تحمل هذه الاصوات، لا يستطيعون تحمل هذه الاصوات. الجملة دي كلها اسلوب ايه؟ اسلوب نفية، بتنفي ان الاشخاص الكبار دول يستطيعوا ان هم يتحملوا هذه الاصوات. تمام يا شباب، تحمل ده فعل ايه؟ ده اسم. تمام، هذه الاصوات، هذه هنا اسم اشارة. الاصوات مفردها الصوت وبها لام قمرية وايضا بها مد بالالف. واما اسرة، اسرة جمعها اسر واسرات وبها تنوين بالضم، لديها طفل رضيع. كلمة طفل بها تنوين بالضم، وكلمة رضيع ايضا بها تنوين بالضم، جمع طفل اطفال وجمع رضيع رضع. ترجو أن ينام بهدوء دون إزعاج، ترجو يعني تتمنى أن ينام بهدوء. كلمة بهدوء بها مد بالواو والحرف الممدود الدال، دال طبعا عليها مد عليها ضمة، وكلمة بهدوء أيضا بها تنوين بالكسر وبها همزة متطرفة. دون إزعاج، إزعاج يعني مضايقة، معنى إزعاج مضايقة. فهم يرفضون كلمة هم، قلنا قبل كده أن هي ضمير غائب، يرفضون عكسها يقبلون، فهم يرفضون أن نلعب بالممرات. اجتمع كلا القسمين على أننا من حقنا اللعب وممارسة طفولتنا بحرية وسعادة. يبقى القسمين اجتمعوا على ايه؟ القسمين اجتمعوا ان طبعا الأولاد دول من حقهم ان هم يلعبوا ويمارسوا طفولتهم بحرية وسعادة. تمام، يبقى هم اجتمعوا على حاجة واحدة بس. هيجي سؤال في التدريبات يقول لي على ما اجتمع كلا القسمين، هنقول اجتمع على ان من حق الاولاد او من حق الاطفال اللعب وممارسة الطفولة بحرية وسعادة. ولهذا فقد وضعوا حلا للمشكلة. ايه بقى الحل اللي اتفقوا عليه؟ ايه الحل اللي لقوه؟ وهو ان قاموا بالاتفاق مع مركز الشباب بالمنطقة على حجز ملعب الكرة ساعتين يوميا لنا. اتفقوا مع مركز ايه؟ مع مركز الشباب في المنطقة بتاعتهم ان هم يحجزوا الملعب الكرة ساعتين يوميا لنا. تمام كده، يبقى ايه؟ نرجع لبعض الظواهر اللغوية، وهو ده ضمير ايه؟ ضمير غائب. ان قاموا، كلمة قاموا بها مدان مختلفان، مد بالالف ومد بالواو. قاموا بالاتفاق، كلمة بالاتفاق مضادها الاختلاف، وكلمة بالاتفاق الباء هنا حرف ايه؟ حرف جر. مع مركز الشباب، جمع مركز مراكز. الشباب مفردها الشاب. بالمنطقة الباء حرف جر، كلمة المنطقة بها لام قمرية، على حرف جر. على حجز ملعب الكرة ساعتين يوميا لنا، كلمة الكرة بها لام قمرية، وكلمة ساعتين هنا ايه؟ كلمة بتدل على مثنى. يوميا بها تنوين بايه يا شباب؟ بها تنوين بالفتح، والحرف المنون اللي هو ايه؟ الياء. وستقسم مهام الإشراف على الأهل بالتناوب. يبقى يروحوا بقى يسيبوا الولاد كده في مركز الشباب؟ لا، بالعكس، ده هيقسموا مهام الإشراف عليهم. الإشراف اللي هو ايه؟ التتابع، يعني هيتابعوهم ازاي. تمام كده، وستقسم مهام الإشراف على الأهل بالتناوب. يبقى هيتناوبوا عليهم. النهاردة مثلا الأسرة دي مسؤولة عن الإشراف، هيروحوا يخلوا بالهم من الأولاد. بكرة الأسرة التانية، بعتوا الأسرة التالتة. تمام، هتقسم مهام الإشراف على الأهل بالتناوب، فكل يوم ستكون هناك أسرة مسؤولة عن الإشراف علينا بالمركز. يبقى كل يوم في أسرة مسؤولة عن الإشراف على الأولاد دول في مركز الشباب. وبالفعل أصبحنا نتجمع يوميا في مركز الشباب،
ونلعب بحرية واستمتاع ودون إزعاج الجيران. يبقى بالفعل الخطة اللي هم وضعوها أو حل المشكلة اللي هم وضعوه نفع جدا، أصبح إن هم بيتجمعوا يوميا في مركز إيه؟ في مركز الشباب. طيب كلمة نتجمع مضادها نتفرق، كلمة يوميا قلنا بها إيه؟ بها تنوين بالفتح وحرف مشدد، في حرف جر قلنا مركز جمعها مراكز والشباب مفردها الشاب، وكلمة الشباب أيضا بها لام شمسية. ونلعب بحرية واستمتاع، كلمة بحرية فيها حرف جر الباء، حرف جر متصل وبها أيضا تنوين بالكسر، واستمتاع بها أيضا تنوين بإيه؟ بالكسر. ودون إزعاج الجيران، إزعاج يا شباب قلنا معناها مضايقة بها مد بالألف، والجيران مفردها الجار وبها إيه؟ بها لام قمرية وأيضا بها مد بالألف. يلا مع بعض نشوف المعاني. معاني المفردات، معنى إزعاج مضايقة، معنى إزعاج مضايقة، الإشراف على المتابعة، التناوب التتابع، الاختباء الاختفاء، يستطيعون يقدرون، معنى مهام مسؤوليات، معنى مهام مسؤوليات، معنى اعتادوا تعودوا، معنى ممارسة مزاولة، معنى التحمل الصبر، معنى التحمل الصبر، معنى صرخاتهم صياحهم، معنى مانع عائق، معنى تحدث تكلم. الكلمة ومضادها، مضاد الاتفاق الاختلاف، مضاد نتجمع نتفرق، مضاد حرية حبس أو عبودية، الكثيرة مضادها القليلة، إزعاج مضادها هدوء، صرخات مضادها همس، انقسمت مضادها توحدت، سعادة مضادها حزن، يرفضون يقبلون، حركة مضادها الثبات، الشيوخ مضادها الشباب أو الأطفال، تحدث مضادها سكت أو صمت. الكلمة وجمعها، جمع حرية حريات، جمع مركز مراكز، جمع رضيع رضع، جمع اجتماع اجتماعات، جمع منطقة مناطق، جمع أسرة أسر، جمع طفل أطفال، جمع قسم أقسام، جمع كبير كبار، الشباب مفردها الشاب، حركات مفردها حركة، صرخات مفردها صرخة، مهام مفردها مهمة. نشوف مع بعض الأسئلة. الأسئلة، السؤال الأول، لماذا اجتمع الأب مع سكان العمارة؟ ليه الأب اجتمع مع سكان العمارة؟ لمناقشة المشكلة وإيجاد حل لها. يبقى هو اجتمع مع سكان العمارة لمناقشة المشكلة وإيجاد حل لها. السؤال الثاني، إلى كم قسم انقسم سكان العمارة؟ إلى كم قسم؟ إلى قسمين. يبقى انقسم سكان العمارة إلى قسمين. السؤال الثالث، ما رأي القسم الأول ولماذا؟ القسم الأول قال إيه وليه؟ يبقى القسم الأول ليس لديهم مانع من اللعب في الممرات. ليه؟ عايزين أولادهم يلعبوا في الممرات ليه؟ لأن لديهم أبناء قد اعتادوا أصواتهم وصراخاتهم، لأن هم تعودوا على صوت ولادهم وهم بيلعبوا، بيبقوا مطمئنين عليهم. يبقى رأي القسم الأول ليس لديهم مانع من اللعب في الممرات، ولماذا؟ لأن لديهم أبناء قد اعتادوا أصواتهم وصرخاتهم. ما رأي القسم الثاني ولماذا؟ القسم الثاني يرفضون اللعب في الممرات. ليه؟ لأن منهم كبار السن الذين لا يستطيعون تحمل هذه الأصوات، وفي إيه كمان؟ أو أسرة لديها طفل رضيع ترجو أن ينام في هدوء. يبقى القسم الثاني رفض تماما اللعب في الممرات. ليه؟ لأن عندهم كبار السن، في ناس منهم كبار السن لا يستطيعون تحمل الأصوات المزعجة. وكمان في تاني قسم تاني، أو اللي هو من القسم التاني برضو بس ناس تانيين ظروفهم مختلفة، أسرة لديها طفل رضيع ترجو أن ينام في هدوء. السؤال الخامس،
علامة اجتمع كلا القسمين اتفقوا على ايه الاتنين؟ اتفقوا على حاجة واحدة بس، اجتمع على ان من حق الاطفال اللعب وممارسة الطفولة بحرية وسعادة. يبقى هم اتفقوا على حاجة واحدة، ان الاطفال دول من حقهم ان هم يلعبوا ويمارسوا طفولتهم وحريتهم ويكونوا سعداء. السؤال السادس، كيف حلت المشكلة؟ حلت المشكلة بأن قام سكان العمارة بحجز ساعتين في مركز الشباب يوميا ليلعب الأطفال بحرية. يبقى هي المشكلة اتحلت ازاي؟ إنه سكان العمارة حجزوا ساعتين في مركز الشباب للأطفال ليلعبوا بحرية. السؤال السابع، كيف تم تقسيم مهمة الإشراف على الأهل؟ ازاي قسموها؟ تم تقسيم الإشراف بالتناوب، التناوب يعني بالتتابع، فكل يوم ستكون هناك أسرة مسؤولة عن الإشراف على الأطفال بالمركز، يعني كل يوم أسرة كده هتروح إيه تشرف على الأطفال، يبقى تم تقسيم مهمة الإشراف بإيه؟ بالتناوب. السؤال الثامن، ما نتيجة حل المشكلة؟ النتيجة إيه بقى؟ أصبح الأطفال بيجتمعوا يوميا للعب في مركز الشباب بحرية دون إزعاج للجيران. يبقى نتيجة إنهم حلوا المشكلة بالطريقة دي إن الأطفال أصبحوا يتجمعوا يوميا في مركز الشباب وبيلعبوا بحرية دون إزعاج للجيران.